بدأ اليوم وزراء المال وحكام المصارف المركزية من مجموعة العشرين في الهند محادثات صعبة حول إعادة هيكلة الديون وإصلاح المصارف متعددة الأطراف وتمويل تغير المناخ بهدف دعم الاقتصاد العالمي المتعثر. في غاندي نجار بولاية جوجرات غرب الهند افتتحت وزيرة المال الهندية المناقشات بتذكير وزراء المال بأن على عاتقهم مسؤولية توجيه الاقتصاد العالمي نحو نمو قوي ومستدام ومتوازن. أهم الملفات ورهانات في إضاءة الخبير المالي والاقتصادي إبراهيم بدران من عمان. النقاط الأساسية التي ستبحث: أولا العملات المشفرة وتغير المناخ والآثار الاقتصادية المترتبة على تغير المناخ، والنظر في إمكانية التوافق على برنامج أو بروتوكول أو خطوات من شأنها أن تساعد الاقتصاد العالمي على النمو واستعادة قوته، وأيضا مساعدة الدول النامية على التكيف الاقتصادي مع تغير المناخ. بالتالي التحدي هو هل سيخرج الاجتماع ببرامج عملية قابلة للتنفيذ أم أنه سيكون مجرد أيضا إعلام اقتصادي ومناخي دون أن يكون وراءه إجراءات حقيقية تنعكس إيجابيا على الدول النامية. السؤال يبقى مطروحا، شكرا لك الخبير المالي والاقتصادي إبراهيم بدران من عمان.